وهنعمل ده ازاي اذا كان ما حصلش من اساسه؟ هنكذب في ورق رسمي؟ دي سمعة اوتيل يا باشا. هو انتوا ضد الكذب بشكل عام ولا ضد الكذب بس لما يبقى في ورق رسمي؟ على فكرة انا وافقت بالصعوبة ان انا اقفل كل الملفات اللي فاتت علشان ما افقدش تركيزي في القضية الرئيسية، لكن لو تحبوا حضراتكم ان احنا نفتح كل الملفات انا ما عنديش مانع. وبعدين سمعة الاوتيل ايه اللي حضرتك بتكلمني عنها بعد كل اللي حصل ده؟ انتوا لو قلبكم على سمعة الاوتيل فعلا يبقى لازم تتعاونوا معانا علشان نحط ايدنا على اللي ارتكب الجريمة المنيلة دي وبسرعة. على فكرة اللي بقوله ده مش اقتراحات، ده واقع ولازم كلنا نتعامل معاه. اظن كلامي واضح. ايوه بس اللي حضرتك قلته ما حصلش. مين اللي قال لسيادتك كده؟ اتفضلوا معايا وانتوا تشوفوا بنفسكم. اتفضلوا معايا. يلا ما حصلش ايه. اتفضل سعادتك. هي دي الأوضة اللي كان نازل فيها الخواجة الكاوبوي؟ تمام سعادتك هي. بس يا أخي واضح إنه بهدلها آخر بهدلة. إيه ده؟ ده شكله كان سكران طينة. هو فاكر نفسه إيه؟ فاكر نفسه مين؟ عشان أمريكاني يعني هيبقى فوق القانون؟ لا احنا اسفين جدا، هو لازم يحترم قوانين البلد اللي هو جاي يزورها. الله، مش يحترم قوانين البلد اللي جاي يزورها مش يبقى محترم كده؟ لا كلام، هو احنا نستجري ان احنا نعمل كده في بلدهم ولا ده جزاتنا مثلا يعني علشان كنا محترمين معاه وتعاملنا معاه بمنتهى الاحترام؟ ما عنديش حد فينا ابدا من الاوتيل يعني انه يشيك على الاوضه قبل ما الراجل الخواجه الرزل ده ما يغادر. الموظف بقى اللي سابه يمشي من غير ما يشيك وراه اتعمل له جزا، والمحضر ده اتعمل امبارح في اسم قصر النيل ولا خالد بيه. حصل سعادتك يا باشا. ايه اللي حصل؟ اتعمل له محضر يا باشا. فين؟ في اسم قصر النيل سعادتك. جبت انا حاجه من عندي؟ ده كلام. ثانية واحدة. الأوتيل عن نفسه ابتلع الإهانة. الأوتيل ابتلع الإهانة. قالك مش مشكلة، ما هيش يعني أول مرة حد هيهن فيها ولا حاجة، عادي. إنما اللي مش ممكن الأوتيل يسكت عنه أبدا هو حق الأوتيل في تعويض هذه التلفيات. الأوتيل كمان مستعد إنه يتصالح معاه من منطلق إنه أول مرة يزور مصر، ومصر دي بلد مضياف زي ما كلنا عارفين، ونرحب دائما بالسادة السياح والزوار، ولكن في إطار من احترام الشرعية والقانون. كفاية كده ولا أخش على الحمام بقى؟ يا باشا لا، كفاية أوي. طب اخش على الحمام؟ لا كفايه كده، لا حمام ولا غيره. طب المرايه بس. ولا مرايه ارجوك. بس هو بصراحه الاوتيل ده شيك. استاذن حضرتك معلش لحظه. دي بقى خالد بيه ايام الكاراتيه كانت بتعدي بقى. استنوا شفت هتنسيني حضرتك؟ كنت هتنسيني. امال انا ليه دايما بقول ان اللي ملوش في الشرب ما يتنيلش يشرب؟ ليه بقى؟ اتفضل يا سيدي، حتى الميني بار الغلبان ما نجيش منه. اتفضل ادي يا سيدي كل ازايز الخمره التافهه الصغيره. بص عمل ايه، شربها كلها وما رضيش انه يحاسب على حاجه. الله اهو كل ده ما رضيش يحاسب عليه. طب والاوتيل يعني هيصرف عليه؟ حرام، دي فلوس مستثمرين غلابه. على
عن اذن حضرتك لحظه كده. طب افرض بقى سعادتك النيابه بعتت الراجل ده للطب الشرعي والطب الشرعي لا لقى سكران ولا دياوله، يبقى ايه الموقف؟ استحاله. اقول لحضرتك ليه؟ حضرتك لو رجعت قائمه الروم سيرفيس هتكتشف ان اخر حاجه طلبها الخواجه الرزل ده مع اخر عشاء ليه كانت زجاجه خمر كبيره فاخره. فده يقول لحضرتك ايه؟ يقول لحضرتك انه لو اتعمل له اي تحليل دم هنكتشف ان في نسبه كحول عاليه في الدم، وحتى لو ما كانش شرب الازازه كلها فده برضو دليل على انه شريب من النوع التقيل. بس اقولك حاجه، سؤالك حلو بجد، سؤالك حلو ويدل على حاسه امنيه دقيقه ورفيعه المستوى. بس انا برضو احب اقولك ان النيابه لما تيجي هتهتم اكتر بكتير انها تلاقي تفسير لوجود بصماته على السلاح الكريمه. أقوالك وخلاص، مش يكلموا حد من أهلها يتعرف على اللي عايزينك تتعرفي عليه. هما أهلها في إيه ولا في إيه بس يا ماما؟ الله يكون في عونها. ما تقلقيش يا حبيبتي، هي مرحلة وهتعدي. المهم بس إن إحنا نوصل لمين اللي عمل الجريمة البشعة دي. يا رب يا بنتي علشان نخلص. تفتكري هنخلص؟ إحنا يا دوب ابتدينا. يعني إيه؟ مفيش خلاص. مفيش. الو استاذنا استاذ غانم، استاذ الكبير. لا يا استاذ، التعديلات وصلت ورجعت عليها بنفسي زي ما سيادتك عايز بالظبط. لا 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 اطمن، انا كنت بصراحه بكلمك عشان حكايه تانية خالص كده طقت في دماغي. ايوه يعني استعين بيك كده طالما شهيدك مفتوح عشان تسعفني باسلوبك الادبي الجميل ده. احنا جات لنا معلومات ان شريف راسخ التهمة اللي موجهها له في قتل صافي بعيد عنه خالص، راحت لحد تاني. إلا متأكد طبعا، متأكد هننفرد بالخبر ده بكرة الصبح إن شاء الله. عشان كده أنا كنت طالب من سيادتك تكتب لي بورتريه كده أدي 500 كلمة، بورتريه أدبي كده بلغتك الجميلة الرصينة دي. هجيب كمان يا سيدي الدكتور الشهواني أستاذ الطب طبعا يكتب تحليل عن شخصية شريف دي. هو طبعا الشوالي وفي غيره، ده اسم على مسمى. عناية ساعة كويس. طب عشان خاطرك ساعتين بس، خلي بالك الصفحة مستنياك تؤمرني. مع السلامة.